نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة تنموية شاملة في قرية شبرا، وذلك بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 993 حالة من خلال 12 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 50 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، بجانب تقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 3000 رأس ماشية. كما قدم فريق مبادرة 100 مليون صحة العديد من الخدمات للمواطنين، تضمنت القافلة إجراء اختبارات لمحو الأمية لعشرين مواطناً. قافلة طبية استكمالا لبرنامج الرئاسي الضخم الممتاز حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا. احنا بنصاحب النهاردة 12 تخصص، منهم 6 تخصصات جراحية و6 تخصصات أمراض بطنية، تقريبا بنغطي معظم التخصصات اللي بيحتاجها المريض في مثل هذه القوافل. القافلة في عبارة عن مستشفى ميداني مصغر، احنا بنصاحب معنا الأجهزة زي أجهزة الأشعة، أجهزة السونار، أجهزة رسم القلب وما إلى ذلك، أجهزة رمد، عيادة رمد متكاملة. احنا بننزل الكرة الريف المصري عشان نشوف ايه احتياجات الناس وبنساعد الناس على ارض الواقع. بننزل عن طريق القوافل الطبية، عن طريق المساعدات الانسانية اللي بنقدمها للناس. طبعا مش بس الدولة هي اللي بيكون ليها دور في ان هي تقوم بمساعدة الناس، لا احنا كمان كشباب يعني في العمل الميداني لنا دور كبير ان احنا نوصله عن طريق حياة كريمة. بنساعد الناس كل احتياجات الناس سواء مساعدات انسانية او غيرها، احنا بنكون متواجدين على ارض الواقع. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادره حياه كريمه اللي فيها جميع التخصصات، كشف عيون ونظر وعظام. انا بالنسبه لي كنت تعبان تبع العظام، دخلت هنا في الحجره الخاصه بالعظام، تم كشف عليا ودون العلاج المناسب ليا، ودي مش اول مره. احنا طبعا كنا نسمع ان مبادره حياه كريمه بتيجي في جميع البلاد، والنهارده كانت موجوده في قريه شبرا.